Je me suis sentie chez moi et j'ai trouvé que كان واحد l'accueil chaleureux, واحد la convivialité. سميتي مريم بنتوجه مستشارة قانونية وفونداتريس دو لا جوريست.ما اللي هي اون بلاتفورم دو فولغاريزاسيون دو دووا و كان اون لوت بور روندر لو دووا بلوس اكسيسيبل لكل شيء. دونك اليوم احنا جينا على لوكازيون دو 8 مارس 2020 لا جورني انترناسيونال دي دووا دو لا فام جينا dans un esprit d'échange باش نقولوا للنساء شنو هما الحقوق ديالهم نعطيو لهم فكره على هذا على هذا النهار هذا على الهدف ديالو ريالمون حيت عنده قصه لو 8 مارس ونشوفوا كيفاش حقوق المراه تطوروا في المغرب وشنو مازال يمكننا نديروا باش نزيدوا نطوروهم في المستقبل. فاتم زهراء خلفين اتش ار مانجر ديال الجروب كاش بلس. هذه الانيشيتيف هذه انا كنفكروا فيها من العام اللي فات مع لا ديريكسيون جينيرال اوسي اللي فكرنا بانه راه لو 8 مارس سي ان ايفينمون اللي خصنا نتفكروا لي دووا ديال لا فام دونك ماشي جوغ لي دو فيت اكسيتيرا. هذاك الشيء علاش كانت مع لا كولابوراسيون نيت ديال لا كونسيور جوريست اللي معانا باش فكرنا شنو هما لي دووا ديالنا بعدا نعرفوهم كاملين باسكو كاينين دي دووا اللي لي فام ما كنعرفوهمش ونعرفوا ليفولوسيون ديال لي دووا ديال لا فام ماروكان tout au long au-delà des 30 années les fêtes. منال سلماني ديبارتمون ماركتينغ ديال كاش بلس. يعني حنا كمؤسسه اول حاجه كنبداو بها هو اننا نوعيو لي كولابوراتريس ديالنا نفهموهم نعطيوهم واحد المفهوم اخر على الحقوق ديالهم هنايا في, في 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 المغرب ولا في الخارج ونبداو ونخليوهم هما اللي يكونوا لي زامبازادريس ديالنا على الاكستيريور دونك فوالا. Alors, parmi les autres choses, c'est qu'avec Fatem Zahra qui s'occupe des ressources humaines.